عواشر مباركة، عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين وجميع الرياضيين. بالنسبة للمقابلة ديال نادي المغرب الفاسي، حضرنا ليه بما فيه الكفاية. كنا عارفين فريق المغرب الفاسي فريق ديال الألقاب، فريق اللي عنده عناصر مجربة. جينا لعبنا باقتصاد أو في الشوط الأول، في الشوط الثاني قمنا بعض التغييرات، الحمد لله اللي عطات الأكل ديالها، سجلنا هدف، ما حطيناش يدينا، بقينا مأمنين بالقدرات ديالنا. الحمد لله انتصار اليوم على المغرب الفاسي كيبقى انتصار اللي غيعطينا واحد الخطوه كبيره ان شاء الله باش نعتقوا من مخالب النزول. السر هو اول عمل كنا قمنا بالتربص، وخدينا واحد المقابله هذا الاسبوع هذا اللي كانت راحه، خدينا مقابله مع فرق الجيش الملكي، شدنا القدرات ديالنا، حاولنا نصلحوا ما يمكن اصلاحه. اليوم جينا عند فريق المغرب الفاسي، تيران ديال حد ملعب حسن الثاني بهذه المناسبه هذه اللي عنده واحد الذكرى كبيره في جميع الرياضيين. امنا بالحظوظ ديالنا، فرق المغرب الفاسي كيبقى فرق كبير، انتصار على المغرب الفاسي كيبقى انتصار ديما انتصار في المستوى. الحمد لله لهذا الانتصار هذا، وغنشوفوا ان شاء الله واحد خمسه المقابل ان شاء الله باش نشوفوا اكبر عدد من النقاط باش نتعتقوا ان شاء الله من القسم الوطني الثاني. شي على شو الاخوان، حنا البارح درنا الديبار حتى 12 الليل، وصلنا حتى 5 الصباح، اكرهات بزاف اكرهات. واول حاجه كنشكر اللاعبين اللي كانوا رجال، الحمد لله امن القدرات، دخلنا للمدينه فاس حتى 5 ديال الصباح، وراكم عارفين الاجراءات ديال الطريق وديال هذه. نطلبوا الله سبحانه وتعالى الهدايه ديال الجميع باش تلم اسره ديال يوسف برشيد باش نحققوا نتائج ان شاء الله ايجابيه في 5 الدورات المقبله. قراءة اجمالا للمباراه اليوم، تعرفوا لاول مباراه بعد شهر رمضان، دونك وانا كنت متوقع هذا مع فريق اللي ممكن اليوم الفرصه الاخيره نتاعو باش يجي متحمس وباش يجي موتيفي. الشوط الاول كان معناتها شوط تقريبا تكتيكيا باش نقفوا ونشوفوا كيفاش نلقاو حلول من الاول. بعد في الشوط الثاني من غلطه، فهمت، غلطه نتاع تمركز، غلطه نتاع ثاني هدف نقلوه، معناتها مش مقبول باش نقبلوا هدف على تماس. والمباراة انتهت بعد الهدف هذا. هو اجمالا كانت مباراة تحت المتوسط الى معناتها مستوى ضعيف. اليوم معناتها كما كنت نحكي لك، المستوى نتاع جل اللاعبين كانوا معناتها مش حاضرين، اما اللي عطاو لي عليهم قدموا المستوى اللي نجموا يعطيوه. فهمت، نحن عملنا التغييرات اللي لازمها تصير باش نكونوا هجومين. حتى قبل الهدف خرجنا مدافع ودخلنا مهاجم باش ناخذوا، وخذينا معناتها زمام الامور، لكن الهدف جاء ضد مجرى اللعب مع الاسف. ومن بعد الفريق تكتل، شفنا الكرات معناتها ما حبتش تدخل، ثلاثة أربع كور كانوا في وسط المرمى. كهو هذيك هي أحكام الكرة، معناتها أنت تنجم تكون نهار جور صام، تحاول باش تعمل المجهودات نتاعك الكل باش تربح، وما ما يصيرش التوفيق من عند ربي. اليوم ما كانش معنا التوفيق، هذاك علاش انهزمنا. ماناش خمسه مدافعين، شكون الخمسه؟ لا انت انسون ديرا وسط ميدان مش مدافع. انا من بعد هو كونفرتيتو، معناتها اي كونفرتيتو باش نربح مكان في الهجوم، دونك نقصت مدافع ودخلت مهاجم. هو كان تقريبا 4-1 بطريقه كونه يدخل وزمعت تقريبا طريقه هجوميه مع صعود الجيراري والغزواني. كنا فهمت هجوميا كنا نهاجمه بسبعه، فهمت 2-1 7. دونك هذا هو. تفضل. شوف سؤالك في بلاصتو، وانا حبيت يتسال السؤال هذا باش توضح الامور. شكرا. شوف معناتها الحصيله نتاع الموسم جات تو تقريبا ستة لاعبين 4-0. دي كانت ترجع تشوف المباريات الكل اللي تلعبوا، ما كانش الفريق هو نفسه يلعب، كان كل مره يلعبوا اربعه لاعبين متغيرين، اربعه ثلاثه لاعبين، الاصابات رمضان، فهمت، دونك ماهوش نفس الفريق اللي قاعد يلعب. راه التوارقه مش نفس الفريق اللي لعب ضد بركان، ماهوش نفس الفريق اللي لعب حتى في الكاس، واليوم فريق اخر زاد. معناتها فما ديما تلقى اليوم تقريبا مينيموم فما ثلاثه لاعبين ماهمش موجودين للاصابات ولا للعقوبات. معناتها انت كي تجي في اخر موسم اكيد باش تلقى معناتها لاعبين جمعوا اربعه اوراق صفر. صرنا لعبنا في زوز مباريات سبعه لاعبين اساسيين عندهم اربعه اوراق صفر. فهمت طبعا علاش ثم تذبذب في الواحد. سبعه
تفضل. شك يدخل، ما اذا كان شك يدخل في كنتو ما يدخلش في اللاعبين وفي الفريق، بالعكس الفريق ديما لازم يكون عنده ثقه في نفسه والفرق الكل متساويه، وهذا الشارع نتاع البطوله وشفنا حتى الشارع نتاع الكاس معناتها ما فماش احكام مسبقه. برشيد راه ما ننساوش اللي عملت تعادل مع بركان، عملت تعادل مع الوداد معناتها فهمت، ما نقولوش هذا بتاتر لماتش كينو فوق معناتها ما يلزمكش تخسروا، مع الاسف خسرنا نجيبوا نقاط من مباريات اخرى والفريق ديما واقف والفريق عنده ثقه في نفسه، وهذا الشغل اللي لازم نشتغلوا عليه. شكرا ليك. انا منقولها صراحه انا مانيش من المدربين اللي نتشكى ونتبكى، نحمي الفرقه ونخلي الكوزينه انتر مدربين الكل في الكلام تاعك يقول راهو كذا، انا ما نقولش